الاقصى حاجه كان الطموح 4 صفقات، لكن هو فعلا مجلس اداره نادي الزمالك قدر ان هو يعمل صفقات كويسه جدا، لان انت فعلا كنت عايز هيكله الفريق كله. دي حقيقة. ففي صفقات ان شاء الله نشوفها الفتره الجايه، ونشوف الصفقات دي ترجع طيب نادي الزمالك تاني للطريق ايه اللي الصحيح. حصل معاكي انت النهارده وانت بتحضر المؤتمر الصحفي؟ بص لان انت حكيتي لي قصه كده بصراحه غريبه شويه. هقول لك. اولا كان اسمي برضو في الكشف، بس كان اول حاجه انا اعترضت عليها، ليه بيتم يعني موضوع عدد وعدد لا؟ احنا الاول واخدين ان اي مؤتمر صحفي في اي نادي بيبقى فيه كل الصحفيين بيحضروا بيغطوا، ليه تتمنع ان انت تطلع لايف؟ ليه حتى لو انت ليك حقوق في الديجيتال، بس انت دلوقتي في مؤتمر، فانت لازم تعمل التغطيه. وهو اسمه التغطيه مؤتمر دي ليه؟ انت بتدفع عليها فلوس، فالناس جايه عشان تغطي ده. هتبعت انت صور عن طريق المركز الاعلامي ماشي، بس احنا بنطلع لايف عشان ننقل الحدث للناس اللي مش حاضراه. ماشي. طب الناس عايزه تشوف. ده ما حصلش النهارده. ده ما حصلش. انت حتى في اول البث كان ليهم كان الصوت مش افضل حاجه. بعد كده انا لما رحت اول حاجه في التعامل، يعني اول حاجه انا بجد وبعض اعضاء الجمعيه العموميه، يعني مجلس يعني يشكر جدا جدا جدا، وعمل حاجات كتير ما ماشي عنديش اي مشكله، لكن اسم نادي الزمالك كبير. طبعا. هل انت شفت في نادي الاهلي، نادي زد، نادي بيراميدز، نادي فيوتشر، فاركو، هل حد بيروح يعمل المؤتمر عند عضو مجلس اداره؟ يعني النادي الاهلي مثلا، هل كابتن محمود الخطيب بيعمل المؤتمر مع عند شركه الجرحي او الدماطي، مع ان الشركات كويسه جدا؟ بصراحة هل عمرها ما بيراميدز حصلت، عمرها ما بيعمل حصلت في في الأهلي. شركه من شركات ممدوح عيد؟ هل فاركو بيعمل في شركه من شركات الادويه؟ نادي الزمالك كبير، ولو جيت قلت ما فيش مكان، لا في اماكن، في الصالات، في مبنى كامل، مبنى كامل الجديد، المبنى الاجتماعي، تقدر تعمل فيه في اي مكان، في مؤتمر، في حدائق، على في فكرة اماكن علقت على كتير. الجزئية دي في بداية الحلقة. ازاي يا جماعه؟ بص، اللي انا اعرفه نادي الزمالك ليه 3 فروع لغايه دلوقتي، فرع 100 عقبه، فرع النادي النهري، فرع 6 اكتوبر تحت الانشاء، الفرع الرابع انا ما اعرفوش. حضرتك وحضراتكم كلكم رجال اعمال وقفتوا جنب النادي، على عيني وراسي في حاجه اسمها هويه النادي، ما طب ايه ينفعش. الهدف ان المؤتمر يتعمل بره النادي؟ يعني ايه الهدف من كده؟ يعني مثلا في النادي الاهلي، الاهلي عمره ما عمل مؤتمرات في اي شركه، يا اما في فندق كبير يا اما في النادي، مظبوط بالظبط. كده؟ لو بعد كده استكمالا الكلام، مظبوط استكمالا لكلام مالك يا استاذ امير، انت خد بالك حاجه، تعمل اي منظر او سيشن معين تعمله في اي حته في النادي، والنادي نادي كبير كده، نادي الزمالك، تعمله في اقل من 24 ساعه، وتعمل ثانيه في ثانيه دلوقتي حاليا استوديو كمان، خشب ايه بيتعمل في هيبقى 24 ساعه. اعضاء يا جماعه الجمعيه دي العموميه وجهه سامعه؟ نظر بعض الاعلاميين والصحفيين اللي كانوا مدعوين او يعني منوطين بتغطيه المؤتمر. بعد كده لما انا دخلت ورحت، وهي وجهه نظر صحيحه بالمناسبه يعني بصراحه. يعني دخلنا دخلت بصراحه استقبلوني تحت كويس جدا. اول حاجه المكان بره واسع جدا، لكن جوه عند القاعه ضيق جدا. ماشي. فاول حاجه شفتها المصورين وهم قاعدين واقفين ومستنيين دورهم وقاعدين، ما كانش في كراسي كتير، وجوه القاعه مش كبيره كفايه، ما فيش اماكن كويسه او اماكن واسعه، ده في ظل كمان ان انت دلوقتي في الشتاء، ففي برضو موضوع متحور كورونا، وفيه فلازم نحافظ على لعبتنا، ماشي. ولازم نحافظ على الناس حتى الموجوده. بعدها في جردات واقفه على الباب بالكشف، جردات، حد كده يعني بالكشف حد بتاع جيم بقى وجنبه. بس اقول لك على حاجه، يعني ده طبيعي جدا، دي شركه كبيره. طبيعي. فالاسماء وبتاع، طب صحفيين داخلين؟ لا ممنوع. ممنوع طب انت جايبنا رغم ان ليه؟ الاسماء موجوده. ايوه. طب قدام القاعه. طب ايوه، انت جايبنا ليه؟ لا اصل هما بيتكلموا، لازم نشوف استاذ احمد شوقي، او لازم نشوف الاستاذ اللي كان معاه. بعد كده جه شريف منير حسن مدير العلاقات العامه، عارف، اعتذر لي وقال له لا هي تدخل، وجاي واخدني عشان ندخل، قال له حضرتك كمان ممنوع. طرت على جنب يا شريف. لا استني استني استني، مين الممنوع؟ شريف والله قال لي مش مدير احنا العلاقات العامة في نادي قال لي الزمالك؟ مش احنا اللي منظمين، ازاي ده مسؤول يعني؟ اللي بينظم المؤتمر هنا هي الشركه، شركه عضو مجلس الاداره. فهو كمان اتمنع معايا، بس هو دخل بعد كده. اللي هو فجينا شريف. الناحيه الثانيه، الباب الثاني، فبيقول لي حاضر ثانيه بس هشوف الدنيا، اصل استاذ احمد شوقي. قلت له ايوه، مش الاسم عندك والمؤتمر ابتدى، ايه مشكلتك؟ وفي بقى السماعه في ودنه. طب جماعه، هو انا داخله فين؟ هو انا عمري ما شفت ده في نادي الزمالك. كنا شايفين من الاول لا عشوائيه، معلش، معلش انا مالك ما برضه لسه كنت يعني. اقول لك عشوائيه، الفاظ خارجه، كلنا بما فيهم انا، كنا بنشوف سب وقصف لينا، وكنا بيتم انتقادنا، يعني انا وانت اعتقد يعني اكتر ناس بيتم انتقادهم خميس وجمعه بتعمل لنا فيديو.
لكن بس كانت حلوه الفيديوهات دي. اه صدق والله كانت ان انا اشوف كانت مسليه والله. انا لما كان بيتحط اسمي على البوابات اقول لهم معاها صوره بقى يعني كملوا. المهم بس فلا خلاص بعدها على ما هم جم بقى وناس يعني يخرجوا لا وتعالى لا خلاص يا جماعه شكرا. المفروض ان انا جايه مكان علشان اعمل حاجه ليكوا او لشغلي، لا يتم التعامل بطريقه كويسه يا بلاش. وممنوع الموبايل يا جماعه، يعني الموضوع بيبقى يعني فين المسؤولين عن التنظيمات في المؤتمرات الصحفيه وفي الحاجات زي كده؟ دي اول مره نشوفها. طب ما احنا بنروح مؤتمرات في زد، بنروح في بيراميدز، بنروح فارك، بنروح في بنروح كل الانديه دي. انت شفت حاجه زي كده؟ لا. انت شفت حاجه زي كده؟ بصراحه. بس انا بقول اه عملوا شغل كويس، انا ما عنديش اي مشكله، لكن في ايجابيات كتير في الحقيقه برضه لكن يعني عشان في وسط ايجابيات دي كلها لازم نعرف ايه السلبيات ونعدلها. ايه المشكله؟ عادي. لا عادي. ايه المشكله؟ ان احنا نحط ايدينا على حاجه غلط ونعدلها للافضل. احنا عمرنا ما هنقارن، ده من باب حرصك على الزمالك. بص انا عمري ما هقارن المجلس الحالي بالمجلس القديم ابدا. في فرق ماشي؟ يعني في فرق بس في سلبيات. في سلبيات ماشي. فلازم تتعدل. انت بتتكلم على اسم نادي الزمالك. طبعا. انا اتحرق دمي بصراحه. انا داخله لاقيه اللوجو الشركه او جوه خالص الزمالك. يا جماعه انا عايزه اروح نادي الزمالك. وكمان انت بينك وبين الشركه المحور والله. بس انا عايزه اعرف ايه السبب. هل مثلا عشان الشركه دي من احد الرعاه لنادي الزمالك؟ انا ما عنديش مشكله. هل ده اعلان؟ لا، مفيش لوجو للاعلان ليه. طب ربما نادي الزمالك يدخل له فلوس من ان هو يعمل مؤتمر في المكان ده للشركه نفسها. ما طلعش اللوجو على السوشيال ميديا في التصوير. طب ليه بقى؟ هو بص، هو اللي اتعمل فيها بس في الشركه دي في نفس المكان كان المؤتمر الخاص بالقايمه في الانتخابات. فاكر. بس يا جماعه نادي الزمالك ليه اسم وليه مكانه، فلازم نحافظ على ده. نادي الزمالك مؤتمراته بتتعمل في قلب نادي الزمالك، مش هتتعمل بره. وكمان لما تيجي تدعي صحفيين ما ينفعش تختار صحفيين بعينهم مجموعه او مجموعه لا. ليه؟ لازم الدعوه تكون مفتوحه، يا اما تبقى مفتوحه يا اما ما تعملهاش. بالتنسيق مع المؤسسات الصحفيه والاعلاميه. لا اقول لك على حاجه، انت بتعمل مؤتمر فكل الناس هتجيلك. صح. وده يعني حاجه ده نادي الزمالك برضه. انت بتتكلم يعني القلعه البيضاء. فاهم قصدك. فده لازم يحصل. تمام.